نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة الغربية. يأتي ذلك بحضور قيادات وأعضاء حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأكد المرشح الرئاسي فريد زهران أن برنامجه الانتخابي يتضمن كافة المحاور والقطاعات التي تضمن النهوض بمصر، مضيفا أنه حريص على إقامة مؤتمراته الانتخابية في القرى والالتقاء بالمواطنين. احنا محتاجين نوسع المجال السياسي، محتاجين نتيح حرية رأي والتعبير للناس عشان تختار بين بدائل مختلفة. مفيش مشكلة لها حل واحد، كل مشكلة لها أكثر من حل، ولازم الناس تطرح هذه الحلول. الناس بمعنى جمعيات، بمعنى نقابات، بمعنى أحزاب، ولما يبقى الـ 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 الآراء المختلفة مطروحة، الناس هتبدأ تختار من خلال عمليات انتخابية مختلفة، تبدأ من انتخابات المحليات والبرلمان وتنتهي بانتخابات رئاسة الجمهورية، تبدأ تختار البديل اللي هي شايفاه بيناسبها وبيعبر عن مصالحها. النهارده يمكن المؤتمر الجماهيري رقم 12 من ضمن سلسلة مؤتمرات جماهيرية بتعملها حملة دعم الأستاذ فريد زهران مرشحا للرئاسة، والحقيقة احنا مهتمين جدا بالحملة دي لأنها بتقدم بديل حقيقي للناس، بديل يشمل برامج قابلة للتنفيذ، أفكار قابلة للتنفيذ، اشتغل عليها عدد كبير من أعضاء الحزبين، من الشخصيات اللي حملت الماجستير والدكتوراه، فعدد كبير جدا من التخصص. البرنامج الطبع وفي ملخص حتى اتوزع على حضراتكم، عندنا 15 قرار جاهزين حال الفوز في الانتخابات، 15 قرار مبدئي. احنا بنشارك عشان نتعرف على المرشحين اللي نازلين ونشوف البرنامج بتاعهم، وعايزين الناس كلها تشارك في الانتخابات. احنا في حياة ديمقراطية وعرس ديمقراطي، الدولة كلها بتنادي ليه؟